الارتفاع الملحوظ بنسب المصابين والمتوفين بفيروس كورونا ينذر بخطر انتشار يهدد المواطنين من جهة، والمؤسسات الصحية التي قد تنهار في حال ارتفعت نسبة الإصابات، والسبب يعود إلى عدم اكتراث المواطنين بشروط السلامة. عدم الالتزام بالواقية الكمامة، انه الناس هملت هذا الموضوع، لازم العالم تلتزم انه الكمامة دائما تكون موجودة بالازدحامات، المولات، التجمعات، المناسبات، لازم العالم تلتزم بصورة صحيحة. الانتشار صار واسع بكورونا، ماكو اي التزام، ماكو اي تعقيم، وماكو اي كمامات، فقط انه المولات وعدة من الاماكن العامة انه لازم من تدخل الا كمامة، والواحد من يدخل راسا يشيل الكمامة. السبب الاخر الذي ادى الى ارتفاع حالات الاصابة هو العزوف عن اخذ اللقاحات، فحملات الترهيب والتخويف ادت الى امتناع العديد من المواطنين عن اخذ الجرعات. اذا تلاحظ هسه احنا عندنا انتشار كلش قوي، مو بس بالعاصمه، بالعراق كله، هاي الدول الباقيه كلها اخذت لقاحات، وهاي يعني ما اعتقد راح ياثر هذا اللقاح، بس عندنا لا تاخذ اللقاح، ليش؟ خاف عندي اضرار جانبيه تطلع. الاشاعات اللي طلعت حتى احنا طلاب كليه قالوا يسوون امراض حقوق وهيك شيء، فالعالم كله قالت فما مستحيل يسوون امراض، فهي الدول العربيه كلها اخذته، فيعني ما معقوله. على الرغم من التحذيرات المستمره التي اطلقتها وزاره الصحه من خطر الانتشار وضروره الالتزام واخذ اللقاحات، الا ان العديد من المواطنين لا زالوا غير مبالين لخطوره الموقف، وهو ما يستدعي حملة على نطاق واسع لتوعية المواطنين بأهمية اللقاح. من بغداد، محمد فراس، قناة التغيير.